ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ تكملة لكلام اللي احنا قلناه في الأسبوع الماضي اللي هو الأسبوع العاشر، وده الأسبوع الحداشر، بنكمل دراستنا عن ديناميكية الجماعة الحيوية في مصطلح اسمه معدل نمو الجماعة. كيف يتم التعرف على معدل نمو الجماعة؟ من خلال 3 حاجات، اللي هي معدل المواليد، معدل الوفيات، والهجرة. والهجرة تنقسم إلى قسمين، هي الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية. طيب، بالنسبة لأول مصطلح وهو معدل المواليد، هو عدد المواليد في فترة زمنية محددة. أما معدل الوفيات فهو كذلك معدل الوفيات أو عدد الوفيات في فترة زمنية محددة، وكلاهما يحدد معدل نمو الجماعة، ويكتفي لعالم البيئة بكلا العاملين اللي هو عدد المواليد وعدد الوفيات فقط للتعرف على معدل نمو الجماعة. وليه بقى؟ لأن دائما بيكون معدل المواليد ومعدل الوفيات عاملا مهما في تحديد معدل نمو الجماعة، ويكتفي بهذان العاملين اللي هو معدل المواليد ومعدل الوفيات بصرف النظر عن معدل الهجرة. ليه؟ لأن الهجرة دائما ما تتساوى الهجرة الداخلية مع الهجرة الخارجية. طب مصطلح الهجرة الخارجية هو عدد الأفراد الذين يغادرون الجماعة أو انتقال الأفراد خارج الجماعة. أما الهجرة الداخلية فهي عدد الأفراد الذين ينضمون إلى الجماعة، انتقال الأفراد عبر الجماعة الحيوية، هو ده اسمه الهجرة الداخلية. فإذا تساوت الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية وهي دائما ما تحدث، فبيكون معدل المواليد ومعدل الوفيات هو العامل المحدد لنمو الجماعة. وتعريف معدل نمو الجماعة هي سرعة نمو جماعة حيوية، هي سرعة نمو جماعة حيوية محددة، السرعة بتاعتها هي دي بتعبر عن معدل النمو. والفهم لمعدل النمو وسرعة نمو أي جماعة، يجب التعرف على عاملين أو نموذجين رياضيين، اللي هو أول حاجة النموذج النمو الأسي ونموذج النمو النسبي، ودول موجودين عندك في الكتاب عشان تقدر تفهمهم أو تبص عليهم أكتر، وإحنا هنوضحهم هنا. النموذجين اللي هو نموذج النمو الأسي ونموذج النمو النسبي بيوضحوا إزاي سرعة نمو الجماعة بتحدث. وأدي شكل النمو الإيه الأسي، أهو نموذج الجماعة الأسي اللي هو بيبقى عبارة عن حرف الجي، أهو زي ما أنتوا شايفين حرف الجي، وده اسمه طور التباطؤ اللي بيبدأ بطيء ثم فجأة بيرتفع هذا النمو، وبيكون في علاقة طردية ما بين جماعة الفئران وبين حجمها، خلاص اللي هو جماعة الفئران عددها والحجم بتاعها والأيام. فبيبدأ بطيء الأول، تكون عبارة عن فردين، ثم بعد ذلك بيزداد العدد إلى أن يصل إلى أعداد كبيرة ممكن تقدر بالملايين. وهذا هو النموذج الآخر الرياضي، العلاقة الرياضية اللي بتعبر عن الجماعة النسبي، وهو على شكل حرف اس المنحنى، ده بيكمل بحاجة اسمها القدرة الاستيعابية. والمنحنى لما يكون بشكل حرف اس اسمه النمو النسبي، لما يكون المنحنى على شكل حرف الجي اللي هو دوت بيكون اسمه النمو الأسي. نرجع تاني للموضوع بتاعنا هوت، نموذج النمو النسبي الأسي والنمو النسبي، ونشوف مع بعض مفهوم كل نموذج. النموذج الأول زي ما قلنا بيكون عبارة عن شكل حرف الجي، يحدث عندما يتناسب معدل نمو الجماعة طرديا مع حجمها. وفي هذا النموذج تنمو كل الجماعات نموا أسيا وتقلل إلى أن تقلل بعض العوامل، يعني ممكن العوامل التانية تخش بقى في تقليل نموها، وفي الحالة دي بيكون على شكل حرف اس، وفي هذه الحالة يتحول النمو الأسي إلى نمو نسبي إذا وجدت بعض العوامل التي يمكن أن تقلل من نمو الجماعة. دول النموذجين اللي بيوضحوا إزاي نحدد أهو النمو النسبي، يمثل نمو الجماعة بيانين على شكل حرف اس، ويحدث النمو النسبي عندما يحدث تباطؤ في نمو الجماعة، يعني كنا بقى جماعة بتنمو نمو أسيا ثم يحدث تباطؤ نتيجة لوجود أحد العوامل التي تؤدي إلى تباطؤ نمو الجماعة، زي مثلا يقل عدد الولادات على عدد الوفيات، أو يزيد يعني تزداد الوفيات أكتر بنسبة المواليد، أو يزيد معدل الهجرة الداخلية عن معدل الهجرة الخارجية. في هذه الحالة بيتحول أو بيتوقف النمو النسبي
عند خط معين يسمى بالقدرة الاستيعابية. يبقى ايه الفرق بقى ما بين النمو الأسي والنمو النسبي؟ في النموذجين كلاهما أصلا بيكون مرتبطين ببعض، ولكن مصطلح القدرة الاستيعابية هو اللي يفرق النمو النسبي عن النمو الايه الأسي. النمو النسبي بيكون على شكل حرف اس وبيدخل بيتخش فيه القدرة الاستيعابية، بينما النمو الأسي لا يوجد فيه القدرة الاستيعابية، ودي حاجة تقدر تفرق ما بين النمو النسبي والنمو الايه الأسي. القدرة الاستيعابية هي أكبر عدد من الأفراد تستطيع أن تدعمه البيئة، تستطيع البيئة دعمه والمساعدة على العيش لأطول فترة ممكنة. يعني مثلا مكان، المكان ده بيستوعب عدد معين من الأفراد، إذا زاد العدد عن مثلا نقول مثلا 100 بقوا 200، في هذه الحالة المكان قدرته الاستيعابية هنا بتتحكم في نموه. فبدل المكان ده يقدر يستوعب 100 وكانوا بينموا نموا أسيا وفي ازدياد في الحجم وعدد وحجم الجماعة بيزيد، وفجأة ابتدى يتباطأ نتيجة إن القدرة الاستيعابية هي اللي اتحكمت في هذا النمو، لأن القدرة الاستيعابية هي اللي بتحكم نمو الجماعة في هذه الحالة، لأن هي اللي بتعطي الدعم من ماء وأكسجين وغيره، ومن هي العوامل اللي بتساعد على الدعم. هي مثلا القدرة الاستيعابية اللي بتقدم دعم زي ايه مثلا؟ زي الطاقة، الماء، الأكسجين، دي كلها عوامل متعلقة بالقدرة الاستيعابية. يعني قدرة المكان من حيث الطاقة، من حيث الماء، من حيث الأكسجين على استيعاب الجماعات. فمثلا المكان بيستوعب 100، يعني بيستوعب 100 فرد أو 100 كائن حي يقدروا يستهلكوا كمية طاقة محددة وماء وأكسجين، وتعاد هذه الدورة مرة أخرى بالنسبة لهذه الأفراد. أما لو زاد العدد عن القدرة الاستيعابية، بإذن الطاقة لا تستطيع أن تتوفر، الماء لن يستطيع أن يتوفر، الأكسجين لن يستطيع أن يتوفر. في هذه الحالة تعتبر القدرة الاستيعابية محددة لنمو الجماعة في هذا المكان. وبيقول لك عند نمو الجماعة في بيئة تتوفر فيها الموارد يؤدي إلى زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات، والعكس صحيح، إذا نمت الجماعة في بيئة محدودة الموارد فإن العكس بيحصل، إن عدد الوفيات بيزيد على عدد المواليد. خلاص، والقدرة الاستيعابية بيكون فيها أقل. تمام، يزداد عدد الوفيات على عدد المواليد إذا تجاوزت الجماعة القدرة الاستيعابية. يعني لو عدت الجماعة القدرة الاستيعابية ساعتها بيزيد عدد الوفيات على عدد الإيه المواليد. ده بالنسبة للقدرة الاستيعابية. وطبعا إن شاء الله الحصة اللي جاية بنخش على حاجة اسمها الجماعة البشرية السكانية، ودي بنوضح فيها بقى ايه دراسة للجماعة البشرية نفسها وزيادتها، وازاي بيتغير نموها، معدل نمو الجماعة البشرية مع مرور الزمن، ايه العوامل اللي بتتحكم، ايه هي اهم المميزات. فمثلا الاهداف الموجودة في الدرس هي ايه، هي اتجاهات الجماعة البشرية منذ القدم، التركيب العمري برضو دي عامل، ده مصطلح هندرسه، التركيب العمري للجماعة، النتائج المترتبة على استمرار نمو السكان، ايه الاسباب السلبية اللي ممكن تظهر لو استمر نمو السكان بشكل متزايد وطرديا. دي كلها ان شاء الله بإذن الله في الاسبوع القادم بنتعرض ليها. نرجو ان نكون افدناكم يا شباب، طلاب صف ثاني وقسم علم البيئة، وطلاب صف ثالث اللي هو المستوى السادس. طبعا ادي النموذجين اللي نقدر نفرق ما بين النمو الاسي، ان ده على شكل حرف الجي، بنعيد تاني لان ده مهم جدا. النمو الاسي اهو زي ما انتم شايفين، طور تباطؤ ثم يليه طور نمو طردي بزيادة العدد مع الاشهر، اهو تزداد الاعداد بصفة طردية وحجمها بيزيد. النمو التاني اللي هو النمو النسبي بيخش نفس النمو اهو حرف الجي، بس بيخش فيه القدرة الاستيعابية زي ما انتم شايفين، اهادي نموذج القدرة الاستيعابية اللي هو بيدي شكل حرف اس، اللي بيتحكم بقى في نمو الجماعة ويؤدي الى تباطؤ نموها. القدرة الاستيعابية هي اللي بتؤدي الى تباطؤ النمو. شكرا لكم يا شباب، وان شاء الله نتقابل في درس